لقيت هاد الاسير هذا حتى هو بيسي زوين، ها الكونفيغوراسيون ديالو هنايا. هادي دابا تقدر تكون دايره الثمن وانا ما عارفهاش. كاينه هادي قالت لك هادي ربما دايره الثمن كما كتشوفوا معايا. هنا كاينين التليفونات سيكان كيكونوا ديال التليفونات، كتجي خاصك تبقى تختار. هاد التلفازه هادي قال لك 100 يورو، قلت لي واش خدامه؟ قال لك لا ما جربتهاش. الدراري تلاقيت بهم هنايا في السوق خدامين معايا الله يرضي عليهم. شد معاك السبرديله باش تبان كويري. ها هي ما نعاودوهاش. بيكالا اللي زوينه تبارك الله. شوف الله يرفض زادي واش دوريجين. انا عارف على يقين ان غيكون شي واحد اللي كيفهم في هذا الشيء هذا وغتبان لي شي ماكانه ساويه وبحال هذه. شوف دابا هذه زوينه الشكل ديالها. كاينين مويكنات اللي زوينين كيف ما كتشوفوا معايا. يعني كاين شي مرات كتسمع شي اثمنه خياليين، شي واحد كيكون سامع ما فاهمش قال لك 40. هذه ماشي شي عواده هذه، ولكن روايح زوينه. البيكالا هذه زوينه تبارك الله ديال الباتري. وكاينه هاد الحمراء هذه، وكاينين هاد البيكالات هادو. كاينين هنايا ليكوت 5 اورو ديال الابل الاوريجين. تليلي جا زوينات. المهم دابا غادي نديرو الدويره ديالنا من هنايا. هي موجوده السلعه كيف ما كتشوفوا معايا، كلشي كاين، غير هي باش نبقى نسول في كلشي يعني صعيبه، وبالاخص انني يعني معروف بالالكترونيك فكنميل غير الالكترونيك، يعني باش تبقى تسول على كلشي صعيب. ولكن المهم نديرو معكم هذه الجوله الخفيفه. هاد البلايص هادو اللي كيكون فيهم تبقشيش بزاف خاصك تبقى تبقشاش، كيكونوا مثلا المويكنات دايرين الثمن ولكن تيبغي داك الشيء اللي يكون يفهم فيه. بحال هاد المويكنه هادي كتبان قديمه، ولكن هاد الشيء هذا بيني وبينها الخير والاحسان. هاد المكانه هادي حتى هي كتبان شويه. المهم كاينه السلعه ولكن كل واحد كيمشي لداك الشيء اللي كيفهم فيه. بالنسبه لي انا هاد الشيء هذا بيني وبينها الخير والاحسان، يعني ما كنفهم فيه حتى شي حاجه. كاينين حويجات، كاينين بحال هاد ليكوت هادو بلوتوث. المهم كاين بزاف ديال السلعه. مثلا بغيتو تسمعوا شي ثمن ديال شي حاجه، نسولوا على شي ماكانه باش تسمعوا الثمن ديالها. سولوا على هادي اللي قديمه. هادي دابا تقدر تكون دايره الثمن وانا ما عارفهاش. كوانتو كويستا؟ سي تي سونو 50 مي داي 40 اي باستا. كوانتو كويستا؟ كويلو 30 يورو. هادي قالت لك 30 يورو. يعني عارفه دايره الثمن. كاينه هادي قالت لك هادي ربما دايره الثمن، ولكن انا هاد الشيء بيني وبينه الخير والاحسان، ما غنفهم حتى شي حاجه. المهم كتبان ديمو كدا ساو بوكشير. المهم كتبان ربما دوريجين. كوانتو كويستا؟ كويلو 30 يورو. Se prendi due ti faccio 45 e tutti e due questi, quali dove l'hai messo l'altro? 45 40 dammi 40 prendi tutti. كما سمعت قالت لكم قالت لي بجات تاخذهم بجات ب 20 يورو الوحده بحال 40 يورو بجوج، ولكن انا ما كنفهمش فيهم. يقدروا يكونوا تساوين اكثر ولكن انا ما غاديش نفهم فيهم، فغادي نتجاهلهم وغادي نكمل الدوره ديالي. كاينين شي ديسك ديال هادشي مرات كناخذهم مثلا بحال هادي كناخذها ب 3 اورو 5 اورو. هادي دابا قال لي 40 اورو. يعني كاين شي مرات كتسمع شي اثمنه خياليين، شي واحد كيكون سامع ما فاهمش قال لك 40. هادي كيما شفتوا معايا حتى هو عنده مويكنات، ولكن ما عرفتش الاثمنه ديالهم واش مساوين. شوف هادي واش دوريجين. شوف الله يرفض هادي واش دوريجين. لا ماشي دوريجين، هادي غير الشينوا. المهم دابا دخلنا لهاد البلاصه هادي ديال الالكترونيك كنشوفوا البيسيات اللي فيها. فيها هاد لاشبي هذا، هاد لاشبي هذا مهرسالي الشاشه ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. الشاشه ديالو يعني هاد النوعيه ديال 14 بوليتشي كتكون نسبيا قليله، لان من النوعيه اللي كتركب بحال الكولا. كاين هذا مهرسالي الشاشه، قال لي الا بغيتي غنخليه لك واحد الثمن اللي قليل. كاين هذا الماك بوك، هذا ماك بوك برو في الموديلات القدام ولكن باقي مقبولين. كاين الناس اللي كيبغيو هذا، كاين هذا، كاين هذا الماك بوك، هذا هذا الماك بوك هذا محلول. نشوفو حايدين منه لي رام، حايدين منه الديسك دير، حايد منه الباتري. الاحتمال ديال انه يكون ما خدامش هذا احتمال كبير،
المهم هذا غادي نخليوه على الجنب. هاد الماكبوكات خلاص هادو يعني ولا الطالب عليهم قليل بزاف. كاين هاد الدال هذا زوين ولكن فيه واحد المشكل في الشاشه. غادي نفتحوه كيف ما كتشوفوا معايا. الشاشه ديالو فيها بحال الشكل ديال الماء، ولكن هو زوين. كور اي 7 فيه شحال، نشوفوا شحال فيه. فيه 256 ديال الاس اس دي حتى تقلب، وفيه 8 جيجا ديال الرام. ها هي. المهم الشاشه ديالو بصمه وكتدور بهذا الشكل هذا، ولكن فيه هذا المشكل. هذا ما خدامش، حيدوه. شنو اللي كاين تحتهم؟ هذا الشيء اللي كاين. المهم هنايا كيكونوا بياس مخلط. بالنسبه للاثمنه انا غادي نسولوا على الاثمنه وغادي نشارك معكم حتى الثمن. البلايصه هذه كنجي لها عند واحد السيد كنعرفو. المهم كيكونوا عنده بياسات مره بياسات اللي نقايا زوينين، وشي مرات كيكونوا بحال ما كايا بياس اللي كيكون مخلط. غادي نسولوا على الاثمنه. المهم خديت من عنده هاد البيسيات هادو ربعه، هذا وهذا وهادو ربعه، وهاد ليكوت هادو حتى همايا، وهاد الباف هذا بلوتوث، وهاد البيسي هذا. هادشي كامل ب 110 اورو. هذا تقريبا اي 5 ولا غيكون اي 6 ولا اي 3 ما عرفتش. وخلاص هادو راه معروفين. هذا تقريبا غيكون يا اما اي 7 ولا اي 5، هذا تا هو كذلك. وهادو كوردو ديو هام شارجور واحد. وهادو المهم دابا نجيبو دوائر اخرى ونتمنوا من الله التيسير. كما كتشوفوا معايا هنا كاينين تليفونات سيكان كيكونوا ديال التليفونات، كتجي خاصك تبقى تختار. انا ما عنديش الوقت باش نبقى نختار في هذا الشيء. هذا كاين هاد السيده هذه كتجي كتبقى تختار بحال ما هكا هي، وكتبقى تشوف حتى داكشي اللي بغيتي. هنايا كتقدر تلقى شي حاجه اللي كتكون مهرسه ليها الشاشه، شي حاجه كتكون خدامه. يعني كيكونوا تليفونات اللي مختلفين ومتنوعين. هاد القضيه ديال مهرسه للشاشه راه كتكون مزيانه. علاش؟ لان مثلا كاينين تليفونات كيكونوا ساوين تقدر تاخذو، غادي تبدل ليه الشاشه مثلا بواحد 25 اورو وغتبيعو حتى بواحد 60 70 اورو. المهم فيه الخير والبركه كيف ما كنقولوا. المهم نخليو هاد السيده هادي تعزل ما نبرزطوهاش. كاينه الطبيكال هادي شحال الثمن ديال هادي خويا؟ ريتشي كوانت اخويا 350. 350 كما كتشوف كاين هاد البيكال هادي. الباتري جديد، الساروت الكاب ديالها هادشي ندوها معها الساروت ديالها كيف ما كيشرح السيد. كما كتشوفوا البيكال اللي زوينه تبارك الله. ها الكاريكو ديالها معها الشارجور ديالها. الشارجور ديالها هو تاع المونتيزاتور. المهم البيكالا زوينه بالنسبه هنايا الميلانو خدامه، كطلع معاك المترو كطلع الطوبيس. المهم البيكالا زوينه تبارك الله كيف ما كتشوف. لقيت هاد الاسير هذا تاهو يا بيسي زوين. ها الكونفيكوراسيون ديالو هنايا الاساتي جينيراسيون الثامنه، 256 ديال الاس اس دي، 8 جيجا ديال الرام دي دي ار 4. هذا هو البروسيسور. فيه الانفيديا جي فورس، شمن جي فورس اللي فيه. كاينه فيه الام اكس 130. المهم كتعتبر بيسي زوين، ولكن قال لي مولاه راه جربته راه ما خدامش. هذا طالب ليه الاخر ديالو 50 اورو بحال ما هكايا. المهم هو بيسي زوين على الاقل الا كانت الشاشه ديالو مقاده. غادي نقلبها واش مقاده بهذا الشكل هذا، كنقلبها في الشمس بحال هكا. الا كانت مهرسه غتبان، كتبان الشاشه مقاده. المهم هذا الا كانت الشاشه ديالو مقاده ومازال فيه الاس اس دي والرام. على الاقل بحال شريتي غير الشاشه والاس اس دي والرام، واخا ما يتصلحش يعني غادي تكون يعني ديك ال 50 اورو خلفتيها في داك الشيء اللي فيه. ما كانش فيه داك الشيء راه غادي تضيع فيه كيف ما كنقولوا. المهم غناخذو بحال ما كون ندير معاه شي محاوله على وعسى يتصلح. المهم نتمنوا من الله التيسير. باش خلصتو 50 اورو هكا الرئيس. المهم اليوم طاحت غير في المواكن بزاف موجودين، ندير لكم فيديو باش شي واحد اللي كيفهم في المواكن يقدر يفيدنا. انا عارف على يقين ان غيكون شي واحد اللي كيفهم في هذا الشيء هذا، وغتبان لي شي مكانه ساويه وغيقول حتى شو هذيك المكانه ساويه وما عرفهاش.
نورمال ما غاديش نعرف انا ماشي خدمتي بحال هادي. شو دابا دي زوينه الشكل ديالها، كاينين مويقنات لي زوينين كيف ما كتشوفوا معايا. شدي على الطومبو فيها كيدير، باينه غادي نعصب شي واحد، غتبان لي شي مكانه ساويه وغادي يقول ناري على مكلخ. وتقدر يكون كل شي عادي ما ساويه حتى شي حاجه فيه، انا مشيت غير هادو شي عجبوني تيكونوا قدام. مهم موجود الخير، خاص غير الواحد يكون كيفهم في هذا الشيء هذا، ولا بدا غتبان لي شي حاجه اللي غادي تستاهل كيف ما كنقولوا. دابا نكملوا الجوله ديالنا. هاد الرامه هادي حتى هي خديتها، لقيتها ديال دي ار 4 ديال بيسي في اكس، غادي نركبها في بيسي ديالي. السوق عامر يوم خالد، راني تنسجل واقيلا لا فيها 8 جيجا 3 اورو. كنحاولوا نشاركوا معكم حتى الاثمنه باش تاخذوا فكره. بانت لي التلفازه هذه زوينه تبارك الله، رقيقه، شوف الماركه والله ما عرفت، من نوع اللي كوليد، هاد النوعيه كتكون كوليد، اش من ماركه ما عرفتش اش من ماركه، تقدر تكون سامسونج تقدر تكون ال جي. المهم هاد الكوليد هادو اللي كتكون عندهم الشاشه بحال هكا، صعيب باش تعرف واش مهرسه الشاشه ولا لا بلا ما تشعل، لان راه الا كانت فيها غير شي ضغطه بسيطه ما غتبانش لك. كما كتشوفوا ما عرفتش اخويا اش من ماركه، سوني، الماركه ديالها سوني. يلا بانت ليا، غادي نسولو هنايا. هاد التلفازه هادي قال لك 100 اورو، قلت لي واش خدامه، قال لك لا ما جربتهاش. انا ما عنديش مشكل في انها تكون ما خداماش، ولكن غير تكون الشاشه ما مهرساش، فهمتي؟ الا كانت الشاشه ما مهرساش ماشي مشكل، نقدر مثلا ندير مع محاوله وتصلح. غادي نشوف وغادي نقول لي غادي نجربها، الا كانت غير ساكته ناخذها من عنده، كانت مهرسه الشاشه لا. المهم فهاد اللقطه هادي صافي خديت من عنده التلفازه، يعني ما خديتهاش من عنده وخلصتو فيها، يعني عطيتو الفلوس وقلت لي غادي نمشي نجرب، الا ما خداماش نردها لك كيف ما غادي تشوفوا معايا. دابا هزيت التلفازه غنديها لعند واحد السيد عنده الموتور ديال الضو، يعني كتخلص عندو، المهم كانت اورو ولا دابا جوج اورو اللي كيحسب، كتخلص عندو جوج اورو وكنجرب كيف ما كتشوفوا معايا. وانا غادي هازها، شحال من واحد كيقول لي راه ما خداماش، واحد قال لي راه خديتها من عنده لقيتها ما خداماش راه رديتها لي، واحد قال لي راه فيها الخطوطه في الشاشه ديالها راه ما خداماش. قلت لي ما ودي انا غير نلقاها خدامه ولو ان يكون فيها الخطوطه ماشي مشكل، المهم هو نلقاها خدامه كيف ما كتشوفوا معايا. دابا كنتاكد من الشاشه وهي تخدم التلفازه، يعني فكانت بشرى كيف ما كنقولوا. هذا اللي كنجرب عنده راه خداها من عنده ب 70 اورو وعاود ردها لي، والتلفازه اللي زوينه تبارك الله الكوليد 55 بوليتشي كوليد، يعني شي حاجه اللي زوينه بالاخص الى تصلح المشكل ديالها. واندرويد كيف ما شفتوا معايا، يعني التلفازه اللي زوينه. غنتاكد انا غير من الشاشه ما يكون فيها حتى شي تهريسه، هذه هي اهم حاجه اللي عندي بها الغرض، انا الشاشه ما تكونش مهرسه. اما كاين شي مشكل اخر يقدر يتصلح، الا كان مثلا فيها خطوطه ولا شي حاجه يقدر يكون مشكل مثلا في الفليت كابل، يقدر يكون شي بيكسل في الشاشه مضروب غادي ننقذوه. المهم كاين الامل انها تصلح كيف ما كتشوفوا معايا. دابا كنتاكد غير من الشاشه، الا شفتوا في القنت كتبان الصوره كتمشي وتجي، هذا معناه ان كاين فيها شي مشكل اللي بسيط ربما، يعني ما حد باقي ما فاتحاش، فكنعتقد انه مشكل غيكون بسيط ان شاء الله. المهم دابا كنحاول معاها طلع لي الموني، يعني بلا ما يطلع لي الموني ما بانش لي واش القنات كاملين ما فيهم حتى شي ضربه والشاشه كامله سليمه. غنبقى ندار معاه، ملي غيطلع الموني غتبان لي الصوره كامله، عرفت بلي راه الشاشه سليمه ما فيها حتى شي مشكل، وهذه اهم حاجه كنركز عليها انا، ولو ان في هذيك الصوره كترعد واحد شويه ولكن معليش. غنردها لمولاها وغادي نقول لها دي راه شاعله ولكن راه فيها الصوره كترعد، الا بغيتي، كان هو قال لي 100 اورو، قلت ليه الا بغيتي 50 اورو غناخذها، ما بغيتيش غنخليها، قال لي 70 اورو خودها، قلت ليه 50 اورو غناخذها بحال ما هكا. عقبت خديتها من عنده ب 50 اورو وغادي نديها للدار ونتمناهم الله التيسير. راه ندير عليها التعليق دابا، دابا غادي نعلق انا شخصيا. المهم التلفاز عقبت خديتها من عنده ب 50 اورو، والله ما شفت حتى النمره، تقريبا غتكون النمره ديالها 50 55. المهم كوليد، التلفازه زوينه، اندرويد 4K، نتمنى من الله انني نتوفق في الاصلاح ديالها. المهم دابا غادي نديها للطوموبيل. الدراري تلاقيت بهم هنايا في السوق خدامين معايا الله يرضي عليهم، ولكن انا تندير معاهم مزيان، نهار تيبغيو يصلحوا شي حاجه تيبغيو يشريو شي حاجه. برافو برافو الدراري، برافو برافو ما عليكمش، الدراري زوينين تبارك الله. الله ما قلبتش اش من شحال، وقف وقف. المهم 55، المهم زوينه 55.
كيف ما شفتوا معايا دابا جبتها للطوموبيل، درتها في الطوموبيل، درت ليها الصمته، كتحاول تكاليها بشي حاجه. المهم نتمنى من الله انني نتوفق في الاصلاح ديالها. هي غالبا تقدر تكون فيها غير شي حاجه في يعني في الفليت كابل ديالها. شد معاك السبرديله باش تبان كويري. ها هي ما نعاودوهاش. ياك اود الذين، هذا هو الموديل ديالها. تفوسخ تفوسخ، عجبتني هذه اللقطه هذه وغادي نشدها. راه ماشي شي عواد هذه، ولكن رويحه زوينه. دابا وصلت هنايا، كاين هذا عندو هذا المونوباتين، وكاين عندو هذا البيكال هذه زوينه تبارك الله ديال الباتري، وكاينه هذه الحمراء هذه، وكاينين هذ البيكالات هذو. فهاد الفيديو هذا صراحه ركزت انني نقلب على السلعه، لانني يلا راجع من المغرب بقى ما عندي حتى شي حاجه، فما يعني ما تفرغتش لانني ندير فيديو، فبقيت مركز غير على السلعه، كنقلب على السلعه اللي نشري انا. المهم كاينين هذ البيكالات هذو، غادي نسولو على الاثمنه ديالهم. هاد البيكال هادي كيقول لها مولا 700، ما عارفش الثمن ديالها واش هذا هو الثمن، مع هاد السارول ديالها كيف ما كتشوفوا. ها الباتري ديالها، الباتري ديالها هادي 700، هادي كيقول لها 500، هاد الحمراء، وهاديك الكحله 550. كلهم جداد يعني مازالين معمرهم تستعملوا، جدادات. وكاينين هذوك المونوباتين هو اللي لهيها، هادو الثمن ديالهم 150 اورو الوحده. وعاوتاني كيف كنقول دائما، كيبقى المساله راجعه ليك ديال تبقى يعني تتناقش معاه في الثمن، تتوصلوا لواحد الثمن اللي يرضيكم بجوج. هادو هما البيكالات. غادي ندخلوا لهاد الزنقه هذه، دي واحد الزنقه يعني خارجه على السوق، كيكونوا فيها هنايا، كيكون فيها داكشي اللي تيكون، اش غادي نقول لكم، تيكون فيها داكشي اللي كيكون مشفور ممنوع، بزاف ديال الحوايج، ماكله، حوايج نيت، المهم كيكون فيه داكشي متنوع. هاد البلاصه راه منوعه، ملي كيجي المخزن ما كيخلي حتى شي واحد هنايا، كيف ما شفتوا معايا. هاد البلاصه زوينه، فيها الظل يعني، واخا تبقى الدور عادي ما تحس بتا حاجه. هما كاينين هنايا ليكوت 5 اورو ديال الابل الاوريجين، ما كنضحك معاكم، ماشي الاوريجين داكشي ديال الشينو، 5 اورو البياسه، 5 كيغوت فرتا بريغا اميكو 5 اورو كوفيا 5 اورو 3 اورو غوت 3 اورو 13 ما كاينينش في المغرب، 3 ب 10 دراهم، 3 ب 10 كم واحد هذه 4 اورو 12 وحده ب 800 ريال، فيها 12 وحده. كاينين الاثمنه صراحه اللي رخص من المغرب. صافي دابا غادي نخرج، تلاقيت بالدري صاحبي قلت ليه هكاك دير لي عندك هاد البياسات حتى للدار وعطيهم ليا. هادو هما البيسيات اللي خديت، المهم كان شي حاجه قريب بحال. خلاص هادو راه شفتوهم، دوك ديال الماك بوك تليليجا، وهاد البيسي هذا التليليجا غنجربها دابا نشوفها واش خدامه ولا لا. التليليجا زوينه هادي، شدني نرهز، قلت شدني نرهز. وهاد البيسي هذا تا هو زوين، جينيراسيون جديده، جينيراسيون السابعه. والتليليجا جرب لي التليليجا نشوفها واش خدامه. معها الكابلي العادي، ومعها ديال الطوموبيل بسم الله. ديتشي وهنايا كور خدامة، هاربة ولا شاعلة من الخدمة. الله مكياش الضو هادي، دابا ندخل لها الضو. هي بردات، والله الا بردت سوبيتو. المهم هذه هي النهايه، وكيف دائما كنشكركم على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي تكون فيه دوره تفصيليه على السوق وعلى الاثمنه، غير يعني هنايا كان اليوم شويه صعيب انني نبقى نركز على الاثمنه وعلى الفيديوهات، لان كاين الشمس وخاصني السلعه، يعني ركزت على داكشي اللي خاصني.